خلال الفترة الأخيرة شملت إدارة الهجرة بعض التغييرات وبعض القوانين المعدلة، وكان حتى في أحدث حاجة يعني إن كان بيشترط وجود مترجم مع الشخص اللي بيعمل مقابلة لو عنده أسايلم كيس يعني أو مقابلة لجوء في مكاتب الهجرة، بيكون معاه مترجم. النهاردة وفقا لجائحة كورونا تم الاستغناء عن المترجم دوت، وتم الاستعانة بمترجم من قبل إدارة الهجرة نفسها عن طريق التليفون، وده هيكون على حسب مصادر متكلفة بإدارة الهجرة وليس الشخص المقدم على طلب اللجوء. لكن كمان عندنا بعض التغييرات الهامة جدا في إجراءات وقوانين الهجرة في أمريكا، واللي مراعية أو واخدة في الاعتبار البانديميك أو الجائحة بتاعت كورونا فيروس. لذلك معانا أحد الأساتذة والدكاترة في القانون الدولي المختصين أكثر في قضايا اللجوء بمكاتب الهجرة الأمريكية، معانا الأستاذ والدكتور ناصر فياض. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فنور. إحنا بنتشرف جدا بوجود حضرتك معانا لأول مرة في برنامج الحرية والحدث، وأيضا على شاشة قناة الحرية. أهلا وسهلا فيكم. دكتور ناصر، كنا حابين نعرف من حضرتك، وتعرف في كتير من العرب كوميونتي كلهم مهتمين بالإجراءات والقوانين والتعديلات واللوائح الجديدة الخاصة بقوانين الهجرة وتحديدا اللجوء. فحابين نستطلع مع حضرتك كده بشكل عام في البداية، ايه التغييرات اللي حصلت مؤخرا، ونحب اللي احنا نعلم او نخلي المشاهدين يعني مهتمين او على علم بهذه المعلومات او التغييرات. طبعا يعني في المدى الاخير طبعا حصل كتير من التغييرات، ان كانت في قضايا اللجوء او في قضايا الهجرة الامريكية عامة. والحقيقة يعني بهذه الفترة الاخيرة من سنة وسنتين وجاي أكثر تغييرات حصلت يمكن من 20 سنة. ولكن إذا بدنا ناخد الإجراءات الأخيرة اللي حصلت واللي بدأت حيز التطبيق في 25 أغسطس 25 أغسطس من هذا العام، فهي طبعا شملت كثير أمور إلها علاقة في قضايا الهجرة. في طبعا ثلاث أربع شغلات أساسية في هذا القرار اللي بتهم الناس. أول شغلة إنه يعني انه تقديم طلب اللجوء المفروض يكون خلال سنه من دخول الشخص على امريكا. دائما كان في هذا القرار موجود، ولكن ما كانش ياثر على موضوع اذونات العمل. مظبوط. القرار هذا غير، بيقول اذا كان الانسان قدم اكثر من سنه من دخوله لامريكا فمالوش الحق انه يقدم على اذن العمل. الشغله الثانيه اللي هي تمديد فتره الانتظار لاذونات العمل. كان قبل الشخص ينتظر 150 يوم حتى يقدم، هلا صار الموضوع يتطلب 365 يوم او سنه قبل ما يقدم. وطبعا هذا وقت طويل، خاصه الناس اللي بتجي ما عندهاش امكانيات انها تنتظر وتصرف من حسابها، خاصه اذا مقدمه على لجوء. يعني في ناس يعني لجوء بتكون طالعة من بلدانها باللي لابساه يعني. فالشغلة الثالثة اللي هي إمكانية إنه الإنسان اللي جاي عبر ترانزيت، يعني مش داخل مباشرة من بلده على أمريكا، ممكن ينسأل أنت ليه ما قدمت على اللجوء في البلد اللي عملت فيها ترانزيت، ولا اللي نزلت فيها قعدت يوم ولا قعدت ساعتين ولا قعدت أكثر. فكمان هذه صعبت المهمة على الناس. يعني طبعا في بعض الامور الثالثه الاخرى اللي ممكن تكون شكليه ومهمه، ولكن هو ثلاث اسباب مهمه جدا وحتغير كثير بمسار قوانين اللجوء. طيب انت شايف كده دكتور ناصر، يعني هذه الاجراءات مش لصالح المهاجرين، يعني بشكل او باخر هي يعني تعقيد الامور اكثر عليهم. طبعا طبعا هو كل الاجراءات اللي تم اقرارها مؤخرا في الثلاث اربع سنين الاخرانيات هي تصعب على المهاجرين مهمه الحصول على التاشيرات. يعني لا شك فلسفه الادمنستريشن هي ايقاف بشكل ما موضوع الهجره وايقاف التنوع او دخول التنوع الى الولايات المتحده، لانه فلسفه بعض الناس معه حق ولا لا،
واللي وصلوا للحكم انه صار في خطر من الاقليات انها تتغلب على الاكثريه في البلد وتغير الحكم وتغير الديموغرافيا في البلد. يا هو البعض بيرى ان الاصوليه الامريكيه شويه يجب ان يعني تمنح للامريكان، لان المهاجرين ربما بيغيروا في هذه يعني حتى في الكالتشر يعني في الثقافه الامريكيه شويه بتتغير لما بيخش لها عناصر خارجيه. لكن امريكا في البدايه دوله مهاجرين، يعني زي كندا زي استراليا هي دول مهاجرين وليس دول اصوليين يعني. بالضبط، والسياسة هذه تؤدي إلى انعزال أمريكا، إلى انغلاق أمريكا، إلى تفريغ الحلم الأمريكي من المبادئ الأساسية تبعه، ومن جعل أمريكا دولة عظمى زي الدول الثانية مثل إنجلند ولا مثل أستراليا ولا مثل غيرها، ولكن ليست الدولة الفريدة المنفردة في العالم التي تقف على رأس هرم الدول الصناعية الكبرى. والسبب الوحيد اللي حصل مع أمريكا إن كانت دولة المهاجرين، فعندها كل أي وقت اللي بتطلع فيه فعندك ثلث البلد هو أمريكان جدد أو مهاجرين، اللي هم بيعطوا الحيوية الجديدة وتجدد المجتمع الأمريكي. طبعا أنا متفق جدا معك، حتى الطريقة اللي بنعمل متفق معك، احنا حتى التجربه هنا عندنا في كاليفورنيا متعايشه ان الصناعه والزراعه، ومعروف ان كاليفورنيا هي تعتبر على مصاف الولايات الامريكيه اللي فيها نشاط صناعي وزراعي مبني على المكسيكان ومبنيه برضو على الصينيين والهنود. فخلينا ما ننكرش ان تواجد المهاجرين في الدول زي كبرى زي امريكا بيساعد في التقدم الصناعي والزراعي، وطبعا بيأثر على الاقتصاد الامريكي. اذا كان انت بتعرف تستغل العماله اللي جايه لك ديت فانت قادر تنجح. وحتى يعني فكره التاخير في الورك بيرميت، يعني زي ما انت شايف ان هو في تاثير سلبي على المهاجرين، ازاي هيقعدوا الفتره ديت بدون عمل وبدون دخل، هو ايضا هيكون تاثير سلبي على الدوله، لان هي هتبقى الفتره ديت هم عبء فعلي على الدوله في تواجدهم وغير عاملين. لا الدوله عارفه تاخد منهم شغل وتاخد منهم ضرايب، ولا هم عارفين يكتسبوا ماديا عشان يعرفوا يوفوا الديون او المصاريف او الالتزامات اللي عليهم. فاعتقد يعني النقطه دي تحتاج الاداره الامريكيه وبالتحديد اداره الهجره لاعاده النظر فيها مره اخرى. بالضبط، وفي خطر اكبر اللي هو جعل هؤلاء عرضه للابتزاز وللتشغيل في بظروف صعبه جدا، لان الشخص اللي ما عندوش اوراق وعايز بيتعرض بيتعرض للمساومات عشان ياخد اي دولار يشتغل اي شغلانه مرهقه او يتم حتى اعطائه ربع المستحق يعني. طيب هذا ضد فلسفه الولايات المتحده صح، متفق متفق جدا مع حضرتك. هم اساسا جايين من دول يعني ربما شعروا بظلم فيها، في دول المفروض تتحقق العداله، حتى العداله الاجتماعيه وعداله الدخل. دكتور ناصر، مؤخرا ويمكن خلال الساعات القليلة الماضية صدر برضو تعديل من إدارة الهجرة وشؤون الهجرة الأمريكية خاصة بإلغاء أو إعفاء اللي هيقوموا بعمليات مقابلات للجوء من وجود مترجم معاهم، وقالوا لهم إن إحنا هنكتفي بوجود فقط مترجم عن طريق التليفون، وده هيكون على حسابنا إحنا أو من طرفنا إحنا. اعتقد هذا المترجم اساسا بيبقى كان موجود قبل كده، بس كان موجود كمراقب يعني بيستمع بس الى الترجمه اللي بتصاحب ما بين صاحب القضيه اللجوء والمترجم اللي معاه، وان هي بتتناول بشكل صحيح، وبيبلغ بعد كده الاوفيسر ان الكلام مظبوط او لا، فيه حصل تدليس او اخفاء لبعض المعلومات. المره دي هيكون الاعتماد على المترجم اللي عن طريق التليفون فقط، مظبوط الكلام دوت ولا محتاج توضيح يا دكتور ناصر؟ صح، الموضوع هذا صحيح، الا انه في زياده عليه كانت الامجري يعني القرار. اولا هذا حصل بما يخص يعني فقط قضايا اللجوء مش قضايا الامجريشن. الاسايلم كيسز، اللجوء بس فقط. بالضبط، اللي هو الاسايلم كيسز، لانه اللي عنده قضيه جرين كارد او جنسيه او اي شيء لسه مطلوب انه هو يجيب معاه المترجم لو كان في استثناء. مزبوط. ولكن حد زيد على هالموضوع شغلي، انه دائرة اللجوء كانت تعطي مترجم من عندها لكل الحالات الاحداث، يعني الناس الاولاد اللي هم تحت سن 18 ما كانش في داعي انه يجيبوا معاهم مترجم. ادارة اللجوء هي اللي بتعطيهم مترجم من عندها عبر التليفون،
كما وانه كان بعض الحالات الخاصه اللي ممكن الشخص يطلب منها انه هو مش قادر يامن المترجم، او اذا كان الاوفيسر لقى انه المترجم مش شاوره ومش حابب انه ياجل القضيه كان ممكن يستعملها. ولكن مثل ما حضرتك اكيد هلا طلعوا قرار بسبب كوفيد، لانه ما فيش امكانيه عند الدوائر انه تستوعب كم كبير من الناس. و يعني تسهيل المهمات قرروا بهذه الفترة ممكن دول ياخدوا على عاتقهم المترجم، وما فيش داعي انه يجي معهم مترجم، وخاصة انه هذا المترجم هو شغلته مراقب حيكون موجود anyway. فكانت الحقيقة يعني خطوة ذكية، أول شيء بتوفر على الناس وبتوفر عليهم من دخولهم، وهو المترجم اللي قاعد عم بيراقب هو نفسه عم يعني قادر يترجم في ال طيب. سؤالي برضو لحضرتك يا دكتور ناصر، سمعنا برضو مؤخرا ان في زيادات في اسعار الرسوم في الاميجريشنز كلها، وتحديدا في الاسايلم كيس، يعني اللي بيقدم على الطلب كان بيقدمه مجانا قبل كده، النهارده بيدفع رسوم. اللي بيقدم على الجرين كان بيدفع رقم، هيدفع يمكن 3 اضعاف. الجنسيه كذلك. فهل فعلا شايف ان التغييرات في زياده اضعاف مضاعفه بين الرسوم الهجره عموما وتحديدا الاسايلم كيسز ايضا امر جيد، ولا شايف ان هو برضه بيعوق الكثير من المقدمين على قضايا اللجوء او قضايا الاميجريشن عموما؟ موضوع رفع الاسعار هو موضوع صحيح، وبعض الاسعار حتترفع ل 80% مثل موضوع الجنسيات، وخاصه الجنسيات يعني هي من الابلكيشنز اللي فعلا رفعت تقريبا الضعفين يعني. ويعني مثل ما حكينا هذه من ضمن فلسفة الإدارة، الحد من إمكانية التنوع والحد من إمكانية الناس أن تقدر تصبح لها حق القرار في الولايات المتحدة، أنه مع الجنسية شرط أمريكي يعني مع الفكرة تصوت صوت أكثر له ثمن. ولكن وهذا الموضوع حيحصل ب 2 اكتوبر، يعني بعد 2 اكتوبر كل الناس حتدفع خلاص الاسبوع القادم يعني مبالغ اكبر. يس. طيب كل الناس اللي لسه عم تفكر، يعني نحن الحقيقه حاطين برايورتي لناس كثير هلا انه عم نشتغل بالقضايا تبعهم لحتى نقدر نقدمها ويستفيدوا من هالموضوع. طبعا اي ناس كنت لسه عم تفكر عندهم كم يوم لسه انهم يقدموا، مفروض انهم وطبعا عم تحط يعني اعباء اضافيه على الناس. والحقيقه انه هو ما كانش في داعي لرفع الاسعار بهذا الشكل، لان المشكله ما كانتش بالاسعار الموجوده، المشكله كانت بسوء استخدام العاملين في قضايا الهجره عبر وضع شروط اضافيه وعبر وضع كثير من زياده كثير من الاعباء على الاوفيسرز لحتى صاروا عم يضطروا يشتغلوا اكثر في الفلوس. وكانت الفكره هي امكانيه يعني تسليس دائره الهجره، انه في ناس بيعتبروا انه دائره الهجره هي الاخطر على النسيج الامريكي. ده حقيقي. طيب السؤال الاخير ليك يا دكتور ناصر، وانا يعني اتوسم فيك الصراحه، هل تعتقد ان بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه هتؤثر بالايجاب او بالسلب على عمل اداره الهجره الامريكيه وتحديدا قضايا اللجوء، ولا لن تؤثر؟ يعني بمعنى صح، اذا تم الابقاء على ترامب هيكون في تاثير ايجابي ام سلبي؟ وهل اذا تم اختيار بايدن هل سيكون هناك تاثير ايجابي ام سلبي؟ هلا طبعا هذا السؤال شوي يتعلق بالسياسه اكثر ما هو بالقانون. اول شيء موضوع الاميجريشن هو موضوع مهم جدا في الانتخابات الامريكيه، وحيؤثر على مزاج الكثيرين من الناخبين اذا ان كانوا يؤيدوا الهجره ولا ضد الهجره. الشغله الثانيه انه طبعا اذا كان حيطلع بايدن رئيس حيصير في تغييرات في يعني في قوانين الهجرة طبعا، وهذا شيء طبيعي لأنه كل ما تجي يعني إدارة جديدة في ليها فلسفتها. وإذا بنقارن مع السابق يعني بوش إجا 8 سنين صار في تغيير، وصار في كثير من ال يعني التعقيدات، وصار في كثير من تحجيم قضايا الهجرة. بعدين إجا الرئيس أوباما
وقلبوا هذا الموضوع بعد 8 سنين كانت شغلات تانية مختلفة تماما. إذا الرئيس ترامب وكمان غير اللي فيه يقولوا إنه إذا ضل الرئيس ترامب حتضل سياسة الإدارة الأمريكية نحو الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين والحد من يعني البنفتس تبع الهجرة. واضح 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 خلال حتى مسيرة ال4 سنين الماضية. رايت. أما في حال صار في إدارة جديدة هل حتكون أفضل؟ هل مش حتكون أفضل؟ بس حتكون مختلفة تماما، أكيد حتكون مختلفة تماما. حيصير في إلغاء بعض القوانين اللي عملها الرئيس ترامب، أكيد حيكون في إلغاء لبعض القوانين. لأنه الرئيس ترامب لما إجا كمان ألغى كثير من القوانين الرئاسية، طبعا عم نحكي عن القوانين الرئاسية، لأنه الرئيس له الحق إنه عنده صلاحيات واسعة ممكن يستعملها من غير الرجوع للكونغرس. كل الصلاحيات اللي استعملها الرئيس أوباما قبل ترامب تقريبا باستثناء واحد اتلغي. فمن طيب. الطبيعي انه نفكر انه هتتلغى هيدي يعني في حال اللي اجى بايدن مش بقي الرئيس ترامب. يعني بشكل او باخر 3 نوفمبر القادم هيكون توقيت يعني مفترق طرق ما بين الايجابيه والسلبيه في اداء الاداره الهجره الامريكيه خلال الفتره القادمه، وده يمكن هيتبني على الاختيار. هيكون في تغيير كتير. بس لو بتسمح لي، نحن تطرقنا لشغلي بما يخص القوانين الجديده بموضوع اللجوء، وحبيت انه اضيف شغله مهمه جدا، انه في قاضي بماريلاند أوقف العمل بهذا القرار السيء تبع اللجوء وتبع إذن العمل السنة، وضم هذا القرار منظمتين، منظمة كاسا دي ماريلاند ومنظمة أيساب. كل الناس اللي هم ممبرز أو ممكن يعملوا ممبرز فيهم ممكن يضلوا يشتغلوا على القديم وياخدوا خلال 150 يوم طبعا لحد من يعني كم يوم كانت كاسا دي ماريلاند تخدم بس الناس اللي عندهم الادرس تبعهم في ماريلاند وفي فرجينيا وفي بنسلفانيا. اليوم فتحوا الموضوع لكل العالم، فيني عبركم نقول انه اي حد قدم بعد 25 اوغست او حابب يقدم بعد 25 اوغست ممكن يتواصل معنا لحتى نأمن له اشتراك في هذه المنظمات ونقدر انه نخليه يقدم بدون ما ينتظر السنة. هذا مهم جدا. تمام. امبارح القرار اليوم اتصلوا فيه الكاسا دي ماريلاند واعلموني بهذا البارح. شكرا للمام من هذه المعلومه المهمه، وبرضه بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده دكتور ناصر فياض، الاستاذ والدكتور في القانون الدولي وايضا الخبير في قوانين الهجره بامريكا. شكرا جدا لحضرتك ولوجودك معنا.